مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثاني المتوسط. بعدنا بقواعد الوحدة الأولى وصلنا إلى موضوع وهو asking for and make suggestion، بمعنى عمل اقتراحات، يعني اسأل وسوي اقتراح. اليوم رح ناخذ عبارات، هالعبارات تحفظ، ثلاث عبارات رح نستخدمها في الاقتراح. اكتبوا وياي: عمل اقتراحات، يعني أنا رح أقترح فكرة معينة على الآخرين، نسويها هاي الفكرة، فرح أستخدم ثلاث تعابير، هاي التعابير تحفظ. أول تعبير why don't، بعدين يجي وراها فاعل، قد يكون ضمير، بعدين فعل مجرد، بعدين تكملة الجملة وعلامة استفهام. لما أنا أسوي اقتراحات رح يكون بصيغة الاستفهام كلهن. مثال: Why don't we go to the mall؟ لماذا لا نذهب إلى المول؟ ف why don't وراها فاعل وبعدين فعل مجرد. مرات يجيب لكم فراغ ويقول لكم go لو goes لو going، انتوا لازم تكون حافظين القاعدة. لما بس تشوفون why don't وراها اجا فاعل فتقولون فعل مجرد. زين، اذا هذا اول تعبير حفظناه، لماذا لا نذهب الى المول، ليش ما نروح للمول. زين، shall we زائدا، طبعا هنا المقصود ب subject زائدا فعل مجرد، طبعا اذا اكو تكمله للجمله تكتبوها بعدين علامه استفهام، تصير shall we do our homework، يعني علينا أنه نسوي واجباتنا. فاقتراح مثلا أنا دا أقترحها إلى مثلا بنتي، تعال أنا نسوي الواجبات، shall we do our homework، خلينا نسوي الواجبات مالتنا. ممكن shall we تأتي في نصف الجملة مثل ما مطيكم بالكتاب، مثلا هو مطيكم بالكتاب what section shall we start، أي section، section يعني فد حق معين أو فد جزء معين، فد part معين، shall we start، علينا أن نبدأ. فهاي كلها جملة واحدة، what section shall we start، ممكن تأتي بهذا الشكل. طبعا بالكتاب بعطيكم what sections shall we have، اوكي عادي، هاي هم جملة ايضا صحيحة، section او sections اثنيناتها صح. زين، نروح على ثالثا، let's زائدا فعل مجرد، مثلا let's go to the park، لنذهب الى البارك المتنزه. let's go to cinema، لنذهب الى السينما، لنذهب الى المول، لنذهب الى، كيفكم اختاروا الاماكن اللي انتم تحبوها. اذا ذن ثلاث نقاط تحفظ. لما أجيب لكم سؤال وأقول لكم suggest، suggest مأخوذة من suggestion يعني سووا اقتراح، فأنتوا راح تستخدمون وحدة من ذني العبارات وجزء ثلاثة هن يريدهن. زين، اكتبوا لأنه راح نأخذ أمثلة وشان يجيكم بالامتحان. رجعنا إلى أمثلة شان يجيكم بالامتحان. I'm bored، أني ملان أو أشعر بالملل. يقول suggest، يريد من عندي أقترح اقتراح إليه. قد يجيب لكم الفعل اللي راح تستخدمه، قد ما يجيب لكم الفعل. أوكي، يعني مثلا قد يجيب لكم بين قوسين watch TV ويقول لكم suggestion أو suggest. فأنتوا شو تسوون؟ أنتوا لازم يكون عندكم مفردات تكملون بها الجملة. هسا شخص يشعر بالملل، خلي أقول هذا الشخص خلونا نتفرج مثلا تلفزيون، فرح أستخدم وحدة من ثلاث عبارات اللي أخذناها بالبداية، تصير let's watch TV أو أقدر أقول shall we watch TV
علامة استفهام. زين هسه خلينا نجي I'm hungry، أني جاع. أقدر أقول let's eat something، لنأكل شيء ما، أو shall we eat مثلا، فنختار نأكل a sandwich. يعني لفة وهكذا. أو why don't we eat a sandwich. why أيضا هاي الطريقة الأخرى. شوفوا دا أكتب أنا أكثر من طريقة، دا أكتب ثلاث طرق، دا أكتب ثلاث طرق أني بالحال. هنا طريقتين، هنا طريقتين، واثنين أنا أقدر أستخدم الطريقة الثالثة اللي هي why don't we watch TV، why don't we eat a sandwich، وهكذا. زين suggest to your friend to start a magazine. شوفوا أنا لمن أريد، أريد start a magazine، أسأل عنها. انتبهوا لي، أنا دائما أقول إنه المعاني مهمة حتى تعرفون شلون تحلون، لازم 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 تعرفون معاني. suggest بمعنى اقترح، to your friend إلى صديقك، to start حتى تبدي a magazine مجلة. فرح استخدم why don't we start a magazine، وعلامة استفهام. ممكن استخدم طريقة أخرى، نعم ممكن استخدم طريقة أخرى، shall we start a magazine، shall we start a magazine، أو let's start a magazine. رح أكتبها لكم، أوكي هنا أنا طباعة لأنه خلص الصبورة ما عاد تكفي، رح أكتبها لكم الجملتين. زين هسا go to cinema and watch a movie، اذهب إلى السينما وشاهد a movie، يصير shall we go to cinema and watch a movie، هل نذهب إلى السينما ونشاهد الفيلم، أو أقدر أقول let's go to cinema and watch a movie، أو أيضا يصير نقول why don't we go to cinema and watch a movie، وعلامة استفهام. إذن الفكرة كلها إنه أنتوا تحفظون ثلاث عبارات فقط تخدم بالتجاسشن، أي جملة تجيكم راح استخدم وحدة من هاي العبارات، ولا تقولوا لي إنه تحفظون بس وحدة وها هي وتستخدموها إذا أجتكم، لأنه مرات هو يحدد لكم، مرات هو يقول لكم استخدموا why don't، أو استخدموا أم الشال، أو استخدموا أم الليتس، فتحفظوهن ثلاثتهن حسب القاعدة تمشون، وهاي أمامكم الحل. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم، شكرا لكم وانتظروني في درس جديد، إلى اللقاء.